اشتغل على القليل اللي فيهم برضه. جميل، جبت الاريا اس خلاص، اروح يا باشمهندس عند سيادتك اعمل اللي تشيك بقى على حاله السيرفس. طب يا باشمهندس اللي تشيك ازاي؟ اجمع اللي فوق برضه، بس المره دي بدل بي اي هياها على اريا. بس يا باشمهندس ده السيرفس هو في بي اي؟ لا، يبقى بي اي على اريا زائد، ما هو فوق تنشن البي اي في الاي على زد توب ناقص الام، اي ام حاله السيرفس، ام توتال، يبقى ام توتال على زد توب. طب المفروض يا باشمهندس القيمه ديت ما انا بعمل تشيك بقى ما تقلش عن كام؟ قال لك تكون اقل من او يساوي 4/10 الاف سي يو بالسالب. انا دلوقتي اشتغلت اف سي يو وانا بعمل تشيك في حاله السيرفس. جميل، لانها اكتسبت خلاص مقاومتها يا باشمهندس، ما انا شغلتها. طب يا باشمهندس الحاله الثانيه بقى اللي تحت، قال لك هي بي اي على ايه؟ بالسالب برضه ناقص البي اي في الاي على زد بوتوم زائد ام توتال على زد بوتوم. المفروض القيمه دي ما تقلش عن او تساوي، قال لك على حسب هو اي حاله. صفحه 150 الجدول اللي فوق هتلاقي اخر خانه خالص في الجدول يديك اربع حالات، هو هيحدد لك في المساله المفروض تكون اقل من الصفر ولا قيمه معينه ولا ايه، هو هيحددها لنا في المساله. تعال نشوف بقى الكلام ده يا باشمهندس احنا هنطبقه ازاي في المثال بتاعنا. هنا عند سته الاف سي يو ب 40 والاف سي يو اي ب 30 ميجا باسكال طبعا، والاف بي يلد ب 1700 والاف بي التمت ب 2000 واللايت لود ب 18 كيلو نيوتن على المتر والفلور كفرنج 4 كيلو نيوتن برضه على المتر، ومدين ان الكفر بيساوي 100 مللي. طب وشكل المسألة عامل ازاي؟ قال لك هي كاميرا سمبل. الكاميرا السمبل دي عند الستة يا سيدي الحمل اللي عليها حمل موزع، والاسبان بتاع الكاميرا 22 متر، والكاميرا على شكل حرف اي، من فوق 700 مللي، الابعاد كلها اللي انا هديها دلوقتي بالملي، والفلانجة 200 مللي، وارتفاع الوجه 800 مللي، والسلك بتاع اللي تحت 200 مللي، طبعا الارتفاع كل كده 1200، السلك بتاع الوجه 150 مللي متر، والحتة دي العرض بتاعها 275 وزيها برضه هناك 275، وعندي البريستريس بتاعها هيتحط هنا، وهو قال لي ان الكفر يا باشمهندس عند سيادتك 100 مللي هو الهدف. ركز بقى معايا، اول حاجه خالص اتفقنا عليها يا باشمهندسين نروح نجيب ابعاد او السكشن بروبرتيز بتاعت القطاع اللي هي الخواص بتاعت القطاع. اول حاجه هروح اجيبها هي الاريا المساحه. ركز بقى معايا، انا يا باشمهندس عندي مستطيل تحت هسميه واحد، والمستطيل اللي هو الويب ده هسميه اثنين، واللي فوق ده هسميه ثلاثه. طب ويا باشمهندس مش واحد وثلاثه بنفس الابعاد؟ اه. طب يا باشمهندس نكمل، يبقى الاريا بتاعت واحد وثلاثه هي 700 في 200. خد بالك في 2 ليه في 2؟ ما انا عندي حتتين يا باشمهندس، زائد الويب يلا سمكه كام؟ 150، وارتفاعه كام؟ 800، يبقى 150 في 800. طلعت يا سيدي المساحه عند سيادتك 4/10 أس 5 ملي متر مربع.
اروح بعد كده اروح اجيب الاي اكس. ركز بقى معايا، انا هشتغل يا باشمهندس الاي اكس بدل ما اقسمه واقول المسافه من السنتر لاين لحد السنتر لاين الاساسي كام واقعد اتعب نفسي. هقول يا باشمهندس ان ده كله هو عباره عن مستطيل، واجيب الاي اكس للمستطيل ده كله اللي هو 700 في 1200 واطرح منه الحته دي والحته دي، يبقى انا جبت الاي اكس بتاعتي. طب ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. الاي اكس للمستطيل اللي هو 700 و1200 الموازي لمحور اكس 700 في العمود على محور اكس 1200 تكعيب على ال 12، اطرح منه بقى الحته اللي انا مقشرها دي والحته دي، الموازي لمحور اكس فيها كام؟ 275 في العمود على محور اكس تكعيب ده يا باشمهندس العمودي كام؟ 800 تكعيب على ال 12. خد بالك ده مش حته واحده والاثنين، يبقى في اثنين. تاني عملت ايه يا باشمهندس؟ قلت ان كل الشكل ده يا باشمهندس هو عباره عن مستطيل عرضه 700 وارتفاعه 1200، اطرح منه الحته دي والحته دي عشان اجيب الاي اكس بتاعي الاي. خد بالك انا عملت كده ليه؟ قال لك اصل يا باشمهندس انا عارف ان السنتر لاين في النص اصلا. ليه؟ ما الجزء اللي فوق هو هو الجزء اللي تحت، الارتفاع هنا هو هو الارتفاع هنا، الفلانجه فوق هي هي الفلانجه تحت بنفس السمك ونفس الابعاد، عشان كده عملت الحركه دي. طب الاي اكس طلعت بكام؟ طلعت يا سيدي ب 7 و7 في 10 اس 10 مليمتر اس 4. جميل. اجي بعد كده عند سيادتك يا سيدي اروح اجيب الواي بوتوم والواي توب الاثنين متساويين. ليه؟ ما احنا اتفقنا ان السنتر لاين في النص، يبقى يا باشمهندس نص المسافه دي كام؟ هي كلها 1200 يبقى نصها 600 وفوق برضه 600، يبقى الواي توب بيساوي الواي بوتوم بيساوي 600. حلو نكمل. انا عايز اروح اجيب الزد بوتوم اللي هي برضه بتساوي الزد توب. ليه؟ ما هي الاي واحده والواي بوتوم والواي توب برضه واحدين، واحنا لسه قايلين ان زد توب هي الاي على الواي توب والزد بوتوم هي الاي على الواي بوتوم. طب ما الواي توب والواي بوتوم متساويين عندي في المثال، يبقى الواي بوتوم الزد بوتوم بيساوي الزد توب بيساوي قيمه الاي على الواي. الاي ب 7 و7 10 اس 10، الواي يا باشمهندس ب 600، هتطلع قيمه الزد بيساوي 128.8 في 10 اس 6. هاجي بعد كده عند سيادتك يا سيدي اروح ان انا اشتغل الخطوات بتاعتي. اول خطوه يا باشمهندس اقول له انا بشتغل انيشيال، يعني اشتغل على البي اي والمومنت اللي ناتج من الاون ويت. ايه ده؟ طب انا يا باشمهندس ما جبتش المومنت اللي ناتج من الاون ويت، ما انا ما جبتش الاون ويت لسه، اروح اجيب الاون ويت. طب الاون ويت ده اجيبه ازاي؟ هي الضمه في الاريا. احنا لسه قايلين في المثال اللي فات بتاع الدور تكون اي اون ويت وحتى في السقف هي ضمه يا باشمهندس عند سيادتك يا سيدي في الاريا. طب الاريا عندي بكام؟ ب 4 في 10 اس 5. خد بالك ده بالملي متر المربع. طب والجامه؟ هعوض عليها يا باشمهندس ب 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. طب ده متر مكعب وده ملي متر مربع، ينفع؟ قال لك لا، احول الملي متر المربع ده لمتر مربع. طب اعمل ايه؟ اقسم على 1000. بس استنى، تربيع ليه تربيع؟ عشان مربع ولا انا هحوله ليه هيبقى متر مربع؟ طلعت القيمه بتاعت الكون ويت بيساوي 10 كيلو نيوتن على المتر. طب المومنت اللي ناتج من الكون ويت، مش احنا اتفقنا ان الكاميرا بتاعتي بالنسبه لي 22 والحمل عليها حمل موزع؟ ايوه. يبقى يا باشمهندس بيساوي الدبليو في ال تربيع على الثمانية. الدبليو بكام؟ هو الكون ويت 10. طب ال بكام؟ ب 22. تطلع القيمه بتاعت مومنت الكون ويت بيساوي 605 كيلو نيوتن في متر. جميل. يلا يا باشمهندس نشتغل بقى، نجمع القيم اللي فوق اللي احنا لسه قايلينها اهي، ونجمع القيم اللي تحت ونساوي اللي فوق بالقيمه 22% جذر الاف سي يو اي، واللي تحت بتساوي 45% الاف سي يو اي،
واروح اجيب البي اي 1 والبي اي 2. تعال نطبق الكلام ده على المثال. هل يا باشمهندس قول الطب فوق سالب، لأ انا شغال انيشال بي اي. بس استنى، هو انا يا باشمهندس هشتغل بالطن ومتر ولا بالكيلو نيوتن ومتر ولا بالنيوتن والملي متر؟ انا هشتغل يا باشمهندس عند سيادتك يا سيدي بالنيوتن والملي متر. فاي قوه هضربها في 10 اس 3 واي مومنت هضربه في 10 اس 6. ليه؟ القوه عند سيادتك يا سيدي كيلو نيوتن، عشان احولها لنيوتن يبقى اضربها في 10 اس 3، يبقى اي قوه مضروبه في 10 اس 3 على الا. طب يا باشمهندس اللي بعدها زائد، ما هي يا باشمهندس تنشن بي ار، ما انساش ال 10 اس 3 في الاي، انا بشتغل توب يبقى زد توب ناقص ما كومبريشن الام بتاعت الكيلو ويت. طب استنى، ده المومنت كيلو نيوتن في متر، عشان احوله لنيوتن ملي متر يبقى اي مومنت مضروب في 10 اس 6 على زد توب. طب القيمه دي انا اساويها بكام؟ قال لك مش المفروض اقل من او يساوي 22 من 100 لازم الاف سي يو اي؟ قال لك اه، يبقى يا باشمهندس هنساويها ايه؟ تعال يلا نعوض. البي اي يا باشمهندس بكام؟ مش معايا، ده انا محتاج ان انا اجيبها. طب يا باشمهندس الاي بكام؟ ما احنا لسه متفقين ان الاي بيساوي الواي بوتوم ناقص الكفر. طب الواي بوتوم بكام؟ ما احنا جايبينها ب 600. طب والكفر بكام؟ هو مديهولي ب 100. يبقى يا باشمهندس الاي بكام؟ ب 500 ملي متر. يبقى الاي عندي ب 500 والبي اي انا محتاج ان انا اجيبها. طب الزد توب بكام؟ قال لك الزد توب بيساوي 128.8 في 10 اس 6. 128.8 في 10 اس 6 ودي برضه زد توب. طب المومنت بتاع الاون ويت بكام؟ ب 605. طب الاف سي يو اي بكام؟ مديها لي ب 30. الكلام ده كله معايا. طب الاريا بكام؟ ب 4 في 10 اس 5. كل الكلام ده معايا ما عدا البي اي، اروح اجيب البي اي 1 طلعت بتساوي 4000 كيلو نيوتن. انا كده اشتغلت على التوب. تعالوا يلا نشتغل على البوتوم. سالب بي اي ده قوه في 10 اس 3 على الاريا ناقص ما كومبريشن بي اي قوه في 10 اس 3 في الاي ده تحت يبقى زد بوتوم زائد الام اون ويت، ما انا لسه شغال انيشال برضه في 10 اس 6 عشان ده مومنت على زد بوتوم. المفروض القيمه دي اقل من او يساوي ايه؟ 45 من 100 اف سي يو اي. ناخد صفر على طول. ليه؟ عشان لسه في ناقص. جميل. طب الام اون ويت 605. الزد بوتوم، ما احنا قلنا الزد بوتوم هي الزد توب ب 128.8 في 10 اس 6. طب الاي ب 500. طب البي اي، ما هي دي اللي انا عايز اروح اجيبها. طب الاريا 4 في 10 اس 5. اروح اجيب البي اي 2 طلعت يا سيدي بتساوي 2851 كيلو نيوتن. اختار الاقل. مين فيهم الاقل؟ قال لك بي اي 2 هي الاقل يا باشمهندس، يبقى انا هشتغل على بي اي 2. جميل. الخطوه اللي بعد كده هي خطوه ايه؟ قال لك حديد التسليح. يلا يا باشمهندس اسف، التسليح بتاع التندر مش حديد التسليح، تسليح التندر او تسليح الواير بجيبه ازاي؟ قال لك ما هو القانون بيقول ان الاريا اس بيساوي البي اي والقوه مضروبه في كام؟ في 10 اس 3 على حاجة من الاثنين، إما 8 من 10 الإف بي يلد أو 7 من 10 الإف بي ألتيميت. بختار إيه؟ بختار الأقل. مديني الإف بي ألتيميت ب 2000 والإف بي يلد ب 1700. هتطلع القيمة ديت يا باشمهندس 1360 وهتطلع القيمة ديت 1400. يبقى أنا هشتغل على 1360 مش هشتغل على دي. والبي اي انا لسه مطلعها ب 2851. طلع يا سيدي ان التسليح بتاعي بيساوي 2096 ملي متر مربع. اجيب له الاريا اس بس واسكت.
طب يا باشمهندس الرقم بتاعك تنضم او ايه؟ قال لك لجدول تاني، بس اللي عليك دلوقتي ان انا اروح اجيب المساحه بتاعت حديد التسليح او التنضم واسكت يا باشمهندس. ندخل بعد كده على خطوه اللي تشيك بقى اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت السيرفيس. طب يا باشمهندس حاله السيرفيس بشتغل ايه؟ بشتغل بي وبشتغل لمب توتال المومنت الكلي. طب انا عايز اروح اجيب دي واجيب دي الاول قبل ما ابدا اتشيك. البي بيساوي البي اي في واحد ناقص اللوسز. طب يا باشمهندس هي اللوسز بكام؟ اتفقنا من 10 ل 20% هو هيديها لك في المساله بقيمه 10%. يبقى انا يا باشمهندس اللوسز هي 10% اللي هي 10 على 100 والبي اي معايا 2851 هيطلع كنت البي اي بتساوي 1 كيلو نيوتن. اجي اروح اجيب الام الكليه او المومنت التوتال اجيب الوزن الكلي الاول هو الاون ويت والفلور كفرنج. والله فلور الاون ويت انا جبته على فكره في المساله الدبليو اون ويت جايبها ب 10. الفلور كفرنج مديهولي عند سيادتك يا سيدي في المساله ب 4 والله فلور ب 18 يبقى ده 4 والله فلور ب 18 يبقى الدبليو توتال الكليه بيساوي عند سيادتك يا سيدي واقف كده نجمعهم الدبليو توتال طلع معايا ب 50 ب 32 اروح اجيب الام الكليه نتيجه اللاير بلود ونتيجه الفلور كفرنج والاون ويت هي دبليو في ال تربيع على 8 لانه كامل موزع والكاميرا سيمبل الدبليو 32 الطول معايا بتاع الكاميرا 22 طلع المومنت الكلي ب 1936. هاجي يا باشمهندسين يلا بقى نشتغل يا باشمهندس نفس الحاله بتاعت السيرفس اللي انا اعمل تشيك عندي على الحتتين دول. هاجي يا باشمهندس القوام بتاع الايجاد اللي فوق اجمع سالب المره دي شغال سيرفس يبقى البي اي واي قوه اتفقنا نضربها في 10 اس 3 ليه؟ على الاي زائد البي اي ودي قوه يبقى تضرب في 10 اس 3 في الاي على زد طب العلمي فوق ناقص المره دي المومنت الكلي ليه؟ ما انا شغال يا باشمهندس الحاله بتاعت السيرفس بعمل التشيك والمومنت اتفقنا بنضربه في 10 اس 6 على زد طب المفروض القيمه دي تكون اقل من او يساوي سالب 4 من 10 الاف سي يو مش الاف سي يو اي. نعوض يا باشمهندس البي اي عندي ب 2424 2424 الاي جبناها عند سيادتك يا سيدي ب 500 والمومنت الكلي 1936 والزد توب يا باشمهندسين 128.8 في 10 اس 6 والاريا عند سيادتك 4 في 10 اس 5 والاف سي يو مدالي في المساله ب 40 القيمه دي طلعت بيساوي سالب 11 و7 وال 4 من 10 الاف سي يو طلع بيساوي سالب 16 فكده اقل منها هقول له اوكي سيف. ندخل يا باشمهندس على الاجادات تحت نجمعها سالب بي اي قوه مضروبه ب 10 اس 3 على اريا ناقص لان كومبريشن بي اي في 10 اس 3 القوه مضروبه ب 10 اس 3 في الاي احنا نزلنا تحت يبقى زد بوتوم زائد الام الكليه الام توتال والمومنت مضروب في 10 اس 6 على زد بوتوم. الزد بوتوم ب 128.8 في 10 اس 6 والمومنت الكلي 1936 والبي اي ب 2424 والاريا عند سيادتك 4 في 10 اس 5 طلعت يا سيدي القيمة دي بتساوي سالب 44%. وهو قال لك اللي هي الحالة الأولانية كيس 1 يبقى يا باشمهندس المفروض الناتج ده يكون أقل من أو يساوي صفر زي ما موجود في صفحة 150 طلع فعلا أقل من الصفر أقول له أوكي وأروح أرسم الكاميرا بتاعتي يا باشمهندس عند سيادتك ده السنتر لاين وده المكان اللي احنا هنحط فيه التندن او الواير و
وده يا باشمهندسين الكابل بتاعي. ودي النهايات بتاعته. بقول ان الايدي ب 500 والكاميرا يا باشمهندس الاسباب بتاعها ب 22 متر بس كده.